وبسمة البسم رحيم الرحمن رب العالم خالق الأكوان صلاة وسلاما على النبي العدنان صلاة وسلاما على النبي العدنان محمد بن عبد الله رفيع المقام سخي البنان بدأت بسم الله والحمد الأولى صلاة وسلاما على أشرف الملا سيدنا محمد سيدنا محمد الهادي البشير وأصحابه والتابعين ومن تلا. أيها الأخوة الأحباب أحباب محمد خير الصحابة وخير من تلفع في ثياب وخير من مشى فوق التراب وخير من ناداه رب الأرباب الذي علاه وهداه وسقفه ورقاه ومن فوق سبع سماوات كلمه وناداه وقال له ولسوف يعطيك ربك فترضى صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله وتليمان والإسلام عود الفيض المبارك إلى ساحة القرآن آيات البينات إن الذكر الحكيم يطلها علينا ذلكم العلم القرآني الإذاعي فضيلة القارئ الدكتور عبد الفتاح الطاروقي علم قناة مصر والعالم الإسلامي والمقيم بطاروق مركز سقزير داعين الله له التوفيق ولنا ولكم حسن الاستماع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الله العظيم.
الذي خلق السماوات صدق الله العظيم. والأرض أنزل من
صدق الله Mm-hmm.
زهر يقوم الشمس والقمر غدا غائبين وسخر لكم الليل صدق الله يا الله
وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه فمن تبعني فإنه ومن عصاني فإنك غفور رحيم
ربنا يقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم ربنا اغفر لي ولوالدي
فاغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. صدق الله العظيم. سيظل العالم اجمع منبهرا بضيوف الرحمن وهذه الوفود الغفيره التي تتجمع في كل عام تلبيه لنداء سيدنا ابراهيم الخليل عليه السلام حينما امر من قبل العليم العلام واذن في الناس بالحج ياتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. هذه آيات الله البينات من سورة سيدنا إبراهيم عليه السلام إحدى السور المكية التي أنزلها رب البرية على قلب أسعد البشرية سيدنا رسول الله. استمعنا إليها بصوت قارئنا المغرب فضيلة القارئ الدكتور عبد الفتاح علي الطاروقي علم التلاوة بمصر والعالم الإسلامي أجمع ومؤسس معهد الطاروقي لإعداد القراء والمبتهلين بالعالم الإسلامي. أيها السادة الكرام، التلاوة ضمن هذه الليلة القرآنية المباركة التي تقام تكريما لروح الاخ الكريم وتقييد شباب اهل هذه القرية الاستاذ محمد سعيد عطوة. اسأل الله في عليائه ان يتغمده بواسع رحماته وان يفتح له من بركاته في قدره، هو ولي ذلك والقادر عليه. باسم عسرة الراحل الكريم اتوجه اليكم فردا فردا باسمى ايات الشكر وعظيم الامتنان على تشريفكم في ليلة القرآن، سائلا الله في عليائه ان يجعل سعيكم سعيا مشكورا وعملكم متقبلا مأجورا. شكرنا الى الخلوق الاستاذ مجدي عاشور عضو مجلس النواب الذي اتى معزيا وليقدم واجب العزاء في الراحل الكريم. شكرنا الى آل جبلة وقرية فحلة الذين اتوا معزين ومواسين. شكرنا اليكم جميعا، وكذلك ايضا الشكر موصول الى المهندس محمد السيد عبد الوهاب مهندس الإذاعية، كذلك اخراج عبر شبكات الانترنت والبث المباشر مهندس ناصر صلاح ونجه الكريم مهندس صلاح ناصر صلاح. اما كبرى قصور الضيافة المتنقلة ولؤلؤة الانوار لابن هذه القرية الطيب اهلها معلم حسن الجمل، وكذلك ايضا متر محمد السني مقدم واجب الضيافة والقائم على ضيافة الجميع. سلام الله على البقاع الساحرة، سلام الله على الاراض الطاهرة والتي هي بذكر ربنا عامرة، سلام الله على اراض تجلى فيها ربنا على اهل عرفات، سلام الله على ارض تتساقط فيها الذنوب والسيئات ويرجع الحجيج من هذه البقاع كما ولدتهم امهاتهم. كتاب انزلناه اليك لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم الى صراط العزيز الحميد. هذه هي ايات صدر سورة سيدنا ابراهيم. تلكم السورة التي ابتدأت بالحروف المحكمة
قطعها والتي جمعها الناظم في قوله نص حكيم قاطع له سر. وتنا إخوة الإيمان والإسلام استكمالا لرحلتنا مع القرآن ولرحلتنا مع كتاب الله مجودا في ليلة تكريم الأخ الكريم والراحل العظيم الأستاذ محمد سعيد عطوة. أسأل الله أن يزوجه من الحور العين وأن يعطيه كتابه باليمين وأن يشرع فيه سيد النبيين إنه ولي ذلك والقادر عليه. الآن يطيب بنا